أزمات متلاحقة ترهق كاهل العراقيين، تتناوب عليهم بين سياسية وأمنية وأخرى اقتصادية، يواجهونها بأصواتهم الرافضة لنظام المحاصصة الطائفية في العراق. تجددت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية تظاهرات شعبية احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية من جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا والفساد وسوء الإدارة الحكومية، فيما ندد المتظاهرون أيضا باستمرار القمع الحكومي وحملات الاعتقال التي تشنها القوات الأمنية والميليشيات ضد الناشطين وقمع الحريات في البلاد. ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية ضاعف من معاناة الشعب العراقي الذي ما زالت نسب الفقر والبطالة تتصاعد فيه يوما بعد آخر. وزير التجارة الحالي علاء الجبوري وصف ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية بالمصطنع، وأن بعض التجار يقومون بسحب المواد وخزنها وبيعها، فيما برر المتحدث باسم وزارة التجارة عز الحكومة في إدارة أزمة ارتفاع الأسعار بالحرب في أوكرانيا، ليغطي على الفشل الكبير في إيجاد حلول مناسبة لمثل هذه الأزمات. لكن وزارة التجارة قبل الأزمة هي كانت متلكئة وتقدم مادة أو مادتين بالشهر. هذا الإخفاق الموجود أو هذا الغلاء الموجود هو نتيجة التخبط، إضافة إلى التخبط السياسي الموجود بالساحة العراقية أيضا كذلك ينعكس وتداعيات هذا التخبط السياسي السلبي على كل مفاصل الدولة العراقية بما فيها وزارة التجارة التي تلامس حياة ومعيشة الناس. فيما أكد نواب على أن وزارة التجارة فشلت في تأمين مفردات البطاقة التموينية بسبب سوء الإدارة وتفشي الفساد في الوزارة، وأن عدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين هو نتيجة تحكم المسؤولين الفاسدين والمتنفذين بهذا الملف منذ سنوات. هاي الناس كلها كسبة، لا عدا راتب، لا عدا معيل، لاكم مسؤول يباوع عليها، لاكم مرجعية تشوفها وتحس بمعاناتها. هالبلد كل من حاير بنفسه. تجدد التظاهرات بسبب ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية التي أرهقت العراقيين لا سيما الطبقات الفقيرة منهم، قد تشكل انطلاقة جديدة تستمد أهدافها وعزمها من ثورة تشرين لتقض مضاجع المتربعين على عرش نظام المحاصصة الطائفية في العراق.